اهلا بكم من جديد. اليوم احنا في الفيديو السابع من كورس Raster Analysis by ArcGIS. تحدثنا في الفيديوهات السابقه عن مجموعه من الاساسيات اللي هي كانت السيل سايز والباند وشلون نمثل الظواهر في الراستر، وبعدين حكينا عن السطوح المستمره والمنفصله، ويعقد يكون شويه الموضوع ما كان كثير واضح لان هو شويه نظري، لكن هذا الموضوع تحديدا راح تشوف تطبيقه في عمليات الريكلاسيفاي والكلاسيفيكيشن. اليوم ما راح نشرح الزور، راح نشرح الاتريبيوت تيبل لان جدا مهم، يكون به شويه تطبيق بسيط، وبعدين نرجع للزون والاورجنايزيشن للراستر. بالاتريبيوت تيبل الراستر داتا ما راح تفرق كثير عن الفيكتور داتا من حيث الاتريبيوت، يعني مثل ما قلنا اللي يميز البيانات اللي نشتغل عليها بالار جي اي اس انه هي ليست بيانات مجرده مثل الرسم بالاوتوكاد او باقي برامج الرسم. الرسم باستخدام الارك جي اي اس دائما يكون مع بيانات اللي احنا نسميها الاتريبيوت. فالراستر ايضا لها اتريبيوت، لكن بعض انواع الراستر يجي الاتريبيوت معها جاهز، فتلقي بها اتريبيوت مثل منه مثل الديجيتال اليفيشن موديل يكون بها اصلا اتريبيوت، وبعضها تجي بدون اتريبيوت ممكن احنا نسوي لها اتريبيوت. او مثل احنا نشوف بعض المرئيات اللي نسوي عليها عمليه كلاسيفيكيشن، تجينا ساتلايت ايمج مثلا خاصه للاندسات او لسنتينل، ونسوي عليها عمليه كلاسيفيكيشن زين، فنبدا نصنف استعمالات الارض الى اراضي خضراء او رطبه او اراضي محاصيل زراعيه او اراضي مثلا حضريه. لو نشوف هذا حاليا هسه اللي عندنا هو جزء من ساتلايت ايمج مكبر، بحيث صار عندنا راستر. مثل ما نعرف ان كل راستر لها قيمه، ما راح نبني الراستر اتريبيوت، ما راح نشوف الاتريبيوت سواء جانا جاهز او احنا ادينا، راح يبدا هو يظهر لنا ثلاث اعمده اساسيه هذه تكون جاهزه ما ممكن احنا نعدل عليها. طيب هو السؤال، هل احنا ممكن نعدل على الراستر؟ طبعا هي تعتمد حسب انت الراستر اللي عندنا، اكو راستر نسميه ريد اونلي فقط للقرايه ما نقدر نعدل عليه، او اكو راستر نسميه ريد ورايت راح نجيها بعدين بالمواصفات اللي راح تجيها بالستلايت ايمج اللي راح يدعمها الار جي اي اس. بعضها يقبل ريد بعضها ريد اند رايت، يعني فاكو بعض نقدر نعدل عليها وبعض ما نقدر نعدل، لكن الاساسي عندنا هو هاي الاعمده الثلاثه اللي راح تظهر لنا دائما بالنسبه للراستر اتريبيوت الخاص بالمرئيات. مثل ما قلنا اكو تجي اكو راستر بها اتريبيوت واكو راستر بدون اتريبيوت. الراستر اللي بها اتريبيوت مثل منه؟ مثل الدم او مثل الستلايت ايمج احنا سوينا عليها عمليه تصنيف. زين هل هاي العمليه مفيده؟ هل وجود الاتريبيوت مفيد؟ شنو اللي راح يفيدنا؟ راح يفيدنا بثلاث امور اساسيه. اول شيء راح يحافظ على المعلومات اللي احنا سوينا بها مثل عمليه تحليل او تصنيف، فهاي البيانات راح تكون ملحقه بالصوره او المرئيه. المساله الثانيه انه احنا ممكن نضيف حقول، نسوي اد فايل، فمثلا احنا بنجي مثلا على هاي النقاط الاربعه اللي هي مثلا راح تمثل مثلا اراضي زراعيه، لكن هنا بالجدول احنا راح نضيف حقل نسميها مثلا كروب لاند. نجي على هاي اللي هي برقم واحد زين، راح يمثل لنا اياها هو بمثلا ويت لاند، فهاي الحقول احنا نضيفها. ايضا ممكن احنا نجري العمليات حسابات، يعني ممكن نحسب مساحه او ممكن نسوي استعلام معين، او ممكن حتى اللي مشتغل على الدم يعرف انه احنا نقدر نحسب الحجوم ونضيفه كحقل، يظهر لنا الفوليوم مع كل بكسل نسبة إلى حد مستوى معين احنا نحدده. القصد انه احنا تحافظنا على البيانات. المسألة الثانية انه هي ممكن نضيف حقول عليها بحيث حقول توضيحية او وصف او ترميز، وممكن احنا نجري عليها عمليات الحسابات. فقط اللي اريد اشرح هنا ايضا انه اكو شيء مصطلح نسميه اليونيك فاليو. اليونيك فاليو هو هذا الواحد، حاليا هو يعتبر يونيك فاليو. الاثنين يونيك فاليو، الثلاثة يعني القيمة، اليونيك يعني شلون نسميها فريده، قيمه فريده، فاليونيك فاليو يعني القيم الفريده الموجوده. راح يبدا يضيف لنا في حقل الكاونت عددها، يعني الواحد يبدا يعد لنا اياها ايش قد هنا موجود 2 5 4 9، فاضاف لنا الواحد 9 اللي هو يمثل اراضي خضراء وهكذا. اللي يهمنا هذا مجرد تسلسل هو يضيفه البرنامج، هذا اليونيك فاليو راح يضيف لنا اياها هنا ارقام ايش قد. احنا اليونيك فاليو طبعا هنا بالتسلسل، لكن ممكن ما تكون موجوده احيانا بالراستر، يعني رقم 2 ما تكون موجوده حسب مواصفات الراستر. الكاونت اللي هو العدد الموجود.
بعد ما احنا قلنا اكو صور ممكن نسوي لها بيلد راستر اتريبيوت، يعني ممكن نبني لها نسمي راستر اتريبيوت، واكو ممكن يجي له جاف. فاحنا شلون نسوي بيلد راستر؟ نروح الى اعاز موجود في الداتا مانجمنت في التول بوكس، نروح الى الداتا مانجمنت، بعدين نجي الى الراستر، بعد الراستر نروح نقول له بيلد راستر اتريبيوت. طبعا اذا بدنا نمسح الراستر اتريبيوت راح نختار ديليت راستر اتريبيوت. خلينا نشوف هاي الخطوه عمليا. نروح الى عفوا الى الارك جايز. هسه مثل ما تشوف عندنا هاي عده انواع من المرئيات. هاي المرئيه هسه لو تقف عليها اللي هي مرئيه اللي هي ديجيتال اليفيشن موديل للعراق كله، رايت كليك عليها راح تشوف انه الاتريبيوت عندك مفعل، فلو اختاريته راح تظهر لك هاي الثلاث اعمده الاساسيه الاود والفاليو والكاونت. وتشوف هاي الفاليو مثل ما قلنا اللي هي اليونيك فاليو، هاي تمثل الارتفاعات، وهذا عدد البكسلات اللي قيمتها مثلا 64 متر على مستوى سطح البحر وهكذا. القصد انه هذا هسه لو تجي تنزل انت تشوف هاي الارتفاع اللي هو هذا زين، طبعا هو عيأشر على الخريطه لكن يكون الحجم كبير السكيل كبير فما ما تكون واضحه. القصد انه احنا عندنا اللي عندنا هو انه هذا الراستر مثل ما شفنا رايت كليك عليه اظهر لنا الاتريبيوت زين، بينما هذا الراستر الثاني ما يظهر عندنا الاتريبيوت لان ما موجود به اتريبيوت، ممكن احنا نسوي له بيلد. هذه الصوره الاخرى ايضا ل لمنطقه زين، رايت كليك عليها ايضا ما بها اتريبيوت، ايضا احنا ممكن نسوي لها بناء اتريبيوت. شلون نجرب؟ خلينا نجرب على هاي الخارطه اللي هي المنسباليتي زين، خلينا نطفي هاي ونسوي لها زوم تو لاير ونشوف هاي الارض. مثل ما نشوف هسه هي هذه بها 0 1، رايت كليك ما بها اتريبيوت، راح نروح للتول بوكس، نروح الى داتا مانجمنت، بعدها نجي على راستر، بعدها راستر بروبرتيز، ونروح الى بيلد بيلد راستر اتريبيوت، او ممكن نختصرها من السيرش فقط نكتب كلمه اتريبيوت راح يظهر لنا ريموف اتريبيوت، ننزل احنا الى بيلد راستر اتريبيوت. بمجرد انه انت راح تضيف الصوره اللي هي municipality مثلا اللي هي اللي انت تسوي لها الاتريبيوت تقول له اوكي، راح يبدا يضيف لنا الاتريبيوت الخاص به. راح نشاهد انه شلون راح يبدا هسه يضيف لنا ثلاث حقول مباشره. هاي الحقول الاساسيه ما نقدر احنا مثل ما قلنا نعدل عليها. تمام، هسه لو نجي نشوف نفتح ايضا هسه فتحت الاتريبيوت ونقول له اوبن اتريبيوت. حاليا عندنا احنا شنو اليونيك فاليو اللي عندنا؟ 1 و0. ليش؟ لان هاي الصوره من النوع اللي سميناها الباينري، هي باند 1 اول شيء، ولانها مدخله باستخدام السكانر زين الماسح الضوئي فهو يدخل لنا اياها بقيمتين فقط 0 1 اللي هو النظام الباينري. مثل ما نشوف هسه هاي الاعمده الثلاثه الفاليو يونيك فاليو عندنا 0 و1، هذه اللي قيمتها 1 راح ياشر لنا اياها لقيمتها 1، واللي قيمتها 0 راح ممكن ياشر لنا اياها. القصد احنا هسه ممكن نضيف اد فيلد مثلا ونسمي تايب مثلا، وشنو نعطي مثلا تكست ونقول له اوكي، ضاف لنا حقل. عاد من احنا نبدا من نفتح الايديتور ونضيف مثلا شنو مواصفات هذا الحقل الى اخره. احنا اردنا انه نمسحها، نروح نفس الشيء الى تول بوكس، الى داتا مانجمنت، نريد نشيل هذا الاتريبيوت ما نريد نبقيه، نروح للراستر، نروح الى ديليت راستر اتريبيوت، او نختار احنا من سيرش مباشره نختار ديليت. شوف وين هذا البيلد، نبحث عن الديليت، يمكن هو يكون بالبدايه ديليت راستر اتريبيوت. مباشرة نختار الراستر اللي احنا نريد نمسح الاتريبيوت منها اللي هي municipality، ثم نقول له اوكي راح يبدا يمسح لنا الاتريبيوت. الان كملت المهمة، نجي على municipality نفتح راح منها الاتريبيوت مثل ما نشاهد. القصد انه احنا قلنا اكو راستر لها اتريبيوت، اكو بدون اتريبيوت، ممكن احنا نسوي لها بيلد اتريبيوت، وفوائده قلنا احنا كثيرة مثل ما ذكرناها سابقا. خلي نروح نكمل قلنا ممكن إضافة حقل، هاي ضفناها، وهاي الحقول الأساسية اللي هي الـ OID زين، والفاليو والكاونت اللي هي هذه اللي يضيفها مباشرة البرنامج بدون ما نضيف. نجي على مسألة مهمة، إنه إحنا الراستر ممكن
تنخزن داخل الجيو داتا بيس. زين الراستر اتريبيوت عفوا، وممكن احنا نخزنه خارج الجيو داتا بيس. لو خزناه داخل الجيو داتا بيس الملف الاتريبيوت راح يكون مخفي، ما ممكن يشاهده احنا بالجيو داتا بيس. مثل ما نعرف من ندخل الجيو داتا بيس عن طريق الماي كمبيوتر راح يشوف ملفات ربش ما نفهم شنو هي، مجرد اسم ومعاه امتداد. لكن احنا ممكن انه نخزن هذا الاتريبيوت لو كانت الصوره مخزونه خارج الجيو داتا بيس. مثل ما نعرف اكو نظام الصوره او الراستر مثل الفكتر، ممكن تنخزن داخل الجيو داتا بيس وممكن تنخزن خارج الجيو داتا بيس ونسميها فايل بيست راستر داتا بيس داتا سيت. هناك ممكن نتكلم عن الفكتر كنا نسميه شيب فايل اللي هو ينخزن خارج الجيو داتا بيس، او احنا داخل الجيو داتا بيس الراستر راح نسميها فايل بيست راستر داتا سيت اللي تنخزن داخل فولدر. لما تنخزن داخل فولدر البرنامج راح يضيف لنا ملف جديد اللي هو هذا ذات دوت دي بي اف اللي هو داتا بيس. عفوا يضيف لنا ملف بامتداد ذات اللي هو مثل ما شاهدوا هسه هاي اللي احنا كنا نشتغل حاطط مقاطعه زراعيه اللي سوينا لها اتريبيوت، فهو ضاف لنا هذا الملف الجديد. هذا ما كان موجود، كانت الملفات هاي الاربعه الخمسه الاساسيه. ضاف لنا امتداد دوت ذات. دوت ذات يعني شنو؟ يعني فاليو اتريبيوت تيبل اللي هو الجدول قيم نسميه الجدوليه او البيانات الملحقه. يعني هسه خلينا نحفظ هذا جدا مهم، الفاليو اتريبيوت تيبل او الفاليو اتريبيوت تيبل. هذا الفاليو اتريبيوت تيبل مثل ما قلنا راح ينخزن لو كان داخل الجيو داتا بيس راح ينخزن، ما راح يشوفه. لو راح يكون خارج الجيو داتا بيس راح يكون بشكل امتداد ملف. هذا الامتداد راح يتبع نوعه، هل يخزنه دي بي اف لو اس دي اف حسب نوع الخزن. فاحنا اذا كنا راح نستخدم نظام اس بي جريد وهذا نظام خاص بشركه اس بي، اكو مجموعه من المحددات راح نشاهدها. لو ما كان اس بي جريد مثل يعني نظام عادي داخل اي فولدر راح يكون الموضوع سهل. لو كان باستخدام اس بي جريد راح نشرح الاس بي جريد لاحقا في فيديو مفصل، لان هذا امتداد خاص بالار جي اي اس وهو جدا مهم لان دائما راح يجينا بعمليات الاكسبورت. القصد انه بالاس بي جريد عندنا مجموعه من المحددات، لو داخل الجيو داتا بيس ما عندنا مشكله، داخل الاس بي جريد اكو عده محددات. هذه المحددات تعتمد على شنو؟ تعتمد على اليونيك فاليو مثل ما قلنا وعلى الرينج فاليو. قبل ما نقرا المحددات، اليونيك فاليو مثل ما قلنا لو تذكر قبل قليل انه احنا اليونيك فاليو هي مثلا عندنا قيمه ارتفاع. فهذا مقطع من الصوره بها 1 2 3 4 افترض انه هي متر. فهاي الخلايا ارتفاعها 1 متر فقيمتها 1، هاي قيمتها 4 متر، هاي قيمتها 3 متر، هاي قيمتها 2 متر. اذا كم قيمه مفرده فريده عندنا بهذه المنطقه؟ عندنا اربعه اللي هي 1 والاثنين والثلاثه والاربعه. اوكي؟ الرينج يختلف، الرينج انه احنا عندنا من 1 مثلا الى 100,000 مثلا قيمه. لكن قد يكون مثلا القيمه اللي تسلسلها 500 ما موجوده اللي تكون يونيك فاليو، 700 120,000 30,000 اللي قيمتها 50,000 ما موجوده كيونيك فاليو، لكن كرينج احنا عندنا راح يبدا من 1 الى 100,000. مثلا هذه المرئيه مثلا عندنا رينج يبدا من 120 الى 3800. هذا ما يعني انه كل القيم موجوده مثل 3800، قد يكون رقم قيمه 100 متر ما موجوده. او القصد انه الرينج عندنا من 3800 الى 120 فهو رينج كبير حوالي 400، هنا الرينج عندنا 2. فجدا مهم نفهم الرينج شنو؟ الرينج اوف فاليو يبدا من 0 الى 1، هنا من ماينس 21 الى 3800. واليونيك فاليو هو لا، القيمه اللي احنا عاد تتكرر عندنا لكن هي لها رقم معين، هذا رقم يتكرر باقي الخلايا لكن هو شنو؟ هو يعبر عن رقم ما يعبر عنه رقم اخر. فبالنسبه لي الاس بي ما اقدر افوت بكل التفاصيل، اليونيك فاليو الارك جي اي اس ينطيك الرينج لغايه 65,000 هذا الماكسيموم. لكن هذا الديفولت مال البرنامج، انت اذا بدك تغيره ممكن تزيد على 65,000 حسب ما انت تحتاج. لكن بالنظام من ندخل لها؟ راح ندخل لها من الارك ماب اوبشن، تروح رايت كليك الى ماي ارك ماب اوبشن، بعدين تختار الراستر، بعدها تختار راستر داتا سيت وتغير الاعدادات. القصد ممكن تكتفي انت لحد هاي النقطة حتى لا تشوش معلوماتك، او ممكن يعني انت تاخذ لمحة سريعة عن الاعدادات مال الاس بي، نظام الاس بي جريد. الاس بي جريد شو وقت راح يسوي لنا
الراستر اتريبيوت، يعني الاتريبيوت بنظام الايش ريجنيت متى راح يعمل هو اوتوماتيك ومتى ما راح يقدر يعمله، لازم احنا نسويه يدويا. اذا كان الرينج فاليو اللي هو هذا مثلا قلنا اقل من 100,000 راح يسوي لنا اياه مباشره، تمام، راح يسوي لنا الاتريبيوت اوتوماتيك مباشره، يعني النظام هو راح يسوي لنا. او اذا كان اليونيك فاليو اقل من 500 اللي هي هذه قلنا عليها لغايه 500 راح يسوي لنا اياه اصلا اوتوماتيك. اذا كان الرينج فاليو عندنا اقل من 100,000 فاحنا اليونيك فاليو يتحملها النظام لغايه 100,000. اوكي شويه صارت مجموعه مزدحمه من شلون نقول صارت حتى لا تخبى المعلومات، خلي هاي المعلومه خلينا اذا كان اقل من 100,000 او اليونيك فاليو اقل من 500 راح يسوي لنا الاتريبيوت اوتوماتيك. اذا كان الرينج فاليو اللي عندنا هاي القيمه اللي عندنا اكثر من 100,000 تمام، لكن اليونيك فاليو اقل من 500 اذا هم راح يسوي لنا اوتوماتيك، ايضا راح يسوي لنا الاتريبيوت، النظام راح الار جي اس راح يبني لنا الاتريبيوت الخاص بالصوره. اذا كان اكثر من 100,000 او اقل من 500 اوتوماتيك، اذا كان حتى لو كان اكثر من 100,000 رينج لكن القيم الفريده عندنا اقل من 500 راح يبني لنا اياه اوتوماتيك. ايش وقت ما يقدر النظام يبنيه؟ اذا كان الرينج فاليو اكثر من 100,000 واذا كان اليونيك فاليو عندنا اكثر من 500 فراح يكون اكبر من طاقه النظام، لازم احنا ممكن نسوي اوتوماتيك. راح نسوي له بيلد مثل ما قلنا بيلد راستر اتريبيوت. اعرف انه هذا الاس بي كود شويه عقد الموضوع، لكن احنا قدنا شويه ناخذ كل تفاصيل الاتريبيوت. المهم احنا مراجعه سريعه اللي يهمنا انه راستر ممكن يكون له اتريبيوت، ممكن يجي جاهز، ممكن احنا نسوي له بيلد. قلنا الفائده ماله شنو؟ انه احنا ممكن نضيف عقود يحفظ لنا المعلومات، ممكن نسوي عمليات سلكشن ريكلاسيفاي، عمليات التحليل، عمليات حساب مساحه او حجم، ومثل ما قلنا عندنا شيء اسمه هاي الحقول الثلاثه اللي هو يضيفها النظام. ممكن نسوي بيلد راستر من هذا الاختيار التول بوكس كذا بهذه الطريقه، وممكن نمسح الراستر اتريبيوت. وبعدين قلنا احنا ممكن نخزن الراستر اتريبيوت راح ينخزن تلقائيا داخل الجيو داتا بيس، لو كان خارج الجيو داتا بيس راح يخزن في بامتداد اسمه فاد دوت دي بي اف، والفاد قلنا هو خلينا نحفظ شنو اللي هو الفاليو اتريبيوت تيبل، تمام. المحاضرة طويلة لكن المعلومات جدا مهمة، لأن هذه المعلومات راح تفيدنا بعدين لاحقا لما نريد نسوي كلاسيفيكيشن على الصور. فجدا نعرف انه احنا شنو هو الاتريبيوت، ومثل ما شفنا في الارك جي اي اس شاهدنا انه اكو صور يجي معها الاتريبيوت جاهز اللي هي هذه وهذا الاتريبيوت، واللي مشتغل على الدم مثل ما قلنا يعرف انه احنا راح نضيف حقول اخرى تفيدنا بحساب اريا او فوليوم حتى، او اذا حولناها الى بوينت مثلا راستر تو بوينت. وايضا شفنا انه بعضها تجي بدون اتريبيوت. المعذره انه الفيديو كان طويل شويه لكن المعلومات دقيقه وبحاجه الى شرح تفصيلي. شكرا لمشاهدتك هذا الفيديو، واتمنى انه تمشي خطوه معنا خطوه بخطوه بهاي المعلومات حتى نضبط الاساسيات النظريه قبل انه ندخل باي عمليات تحليل او تفسير او استعلام على المرئيات. وشكرا مرة ثانية لمشاهدتك هذا الفيديو، تقبل أرق تحياتي.